لم يبدأ سريان الاتفاق على وقف إطلاق النار في شمال سوريا حتى انتهى، حيث استأنف الروس والنظام عملياتهم العسكرية بغارات جوية استهدفت ريف إدلب وحماة. فريق منسقو الاستجابة في سوريا قام بإحصاء ما نتج عن الحملة الأولى، حيث بيّن الإحصاء أن عدد الضحايا منذ بدء الحملة في الثاني من شباط الماضي وحتى وقف إطلاق النار قبل أيام بلغ 1184 مدنياً، بينهم 328 طفلاً وحوالي 3320 إصابة، في حين بلغ عدد العائلات النازحة في كافة المناطق التي شهدت تصعيداً عسكرياً من قبل قوات النظام وروسيا قرابة 729 ألف نسمة، أي ما يعادل 112,123 عائلة. فيما يتعلق بالبنى التحتية والمنشآت الخدمية، فقد دمرت الغارات الجوية 228 منشأة، وراح ضحية الهجمات 25 متطوعا من المنظمات الإنسانية المحلية. وجاء في بيان الإحصاءات أن طيران النظام بالاشتراك مع الطيران الروسي شن على محافظة إدلب 11,000 غارة بالمقاتلات الحربية النفاثة و10,041 غارة بالمروحيات والبراميل المتفجرة، فيما أطلق على المحافظة 38,287 قذيفة متنوعة. أما ريف حماة فقد تعرض ل3,016 غارة من المقاتلات النفاثة و3,469 غارة بالمروحيات والبراميل المتفجرة، وأطلق على الريف الحموي 7,906 قذائف. كما بيّن فريق منسقو الاستجابة أن العمليات العسكرية استهدفت 9 مخيمات و28 مقرا للدفاع المدني و64 نقطة طبية و96 مدرسة و16 سوقا و56 دارا للعبادة. هذه الغارات والقذائف والبراميل خلفت خسائر مادية قدرها منسقو الاستجابة ب1,450,000,000 دولار. وحذر منسقو الاستجابة من استئناف القتال في ريف حلب وإدلب وريف حماة، إلا أن تحذيرهم لم يجد صدى لتعود عمليات القصف الروسية والسورية من جديد.